لقد طلب مني أن أعمل عرضاً عن القسمة الجبرية أو القسمة الطويلة الجبرية، لذا سيكون هذا العرض عن القسمة الطويلة الجبرية، وسوف أضع مسألة. دعونا نفترض أنني أريد قسمة، سأبدأ بمسألة مباشرة جداً. حسناً، كم ناتج 2x زائد 1؟ لنفترض 8x للقوة 3 ناقص 7x للقوة 2 زائد 10x ناقص 5. وما سنفعله هو نفس الطريقة التي استخدمناها في قسمة اللوغاريتمات، طريقة القسمة الطويلة التقليدية لعدة منازل. في عبارة 2x زائد 1 تنظر إلى ما هي أعلى درجة في العبارة، وهو بالضبط ما سنوليه الاهتمام لمعظم الوقت. إذن أول خطوة تقول: حسناً، أعلى درجة هي 2x، كم ناتج قسمة العبارة الأعلى درجة على 2x؟ نقصد العبارة المقسوم عليها. ستقول: كم ناتج 8x للقوة 3 تقسيم 2x؟ حسناً، يمكننا القيام بعملية قسمة بسيطة على الجانب، لكن يمكنك أن تتخيل أن هذا مباشر. فإذا كان لديك 8x للقوة 3 تقسيم 2x، فإن هذا يساوي 4x للقوة 2. إذن 8x للقوة 3 تقسيم 2x تساوي 4x للقوة 2، وهذا هو مفتاح الحل هنا. إنك لا تريد كتابة 4x للقوة 2 هنا، وتريد أن تبقي كل الأشياء في أماكنها الصحيحة، فعندما تقسم أعداد ستفكر بمنزلة الآحاد، العشرات، المئات، والآلاف إلى آخره. عندما تقسم متعدد الحدود يمكنك أن تفكر بإكس للقوة 0 أو الإكس للقوة 1 أي إكس، ثم الإكس للقوة 2، ثم الإكس للقوة 3. فعندما تقول أن 8x للقوة 3 تقسيم 2x تساوي 4x للقوة 2، دعونا نكتب ذلك في موقع يكون الناتج 4x للقوة 2. الآن نأخذ 4x للقوة 2 ونضربها بعبارتنا. أعتقد أنك ترى بالفعل أن هذا مشابه للقسمة الطويلة. في الواقع إذا كانت x تساوي 10 فستكون مطابقة للقسمة الطويلة، وسأدعكم تفكرون بذلك. إذا كانت x تساوي 10 فإن هذا سيكون في منزلة الآلاف، سيكون 8000، رغم أنه سيكون لدينا منازل سالبة وهو ليس منطقيا بمقدار كبير، لكن أعتقد أنك فهمت الفكرة. على أي حال سنعود إلى القسمة الجبرية الطويلة. بالرغم من أنني أعتقد أنه من المهم أن ترى التوازيات بين هذه والقسمة الطويلة التقليدية، على أي حال لقد قلنا 8x للقوة 3 تقسيم 2x تساوي 4x للقوة 2. ما يمكننا فعله الآن هو أننا سنضرب 4x للقوة 2 ب2x زائد 1. إذن 4x للقوة 2 ضرب 1 تساوي 4x للقوة 2. يمكننا أن نكتب أن هذا موقع x للقوة 2. إذن نضع 4x للقوة 2، و4x للقوة 2 ضرب 2x يساوي 8x للقوة 3. هذا موجب. والآن كما فعلنا في القسمة الطويلة التقليدية يمكننا أن نطرح هذا من هذا. إذن ناقص 7x للقوة 2 ناقص 4x للقوة 2 يساوي ناقص 11x للقوة 2. ثم إن 8x للقوة 3 ناقص 8x للقوة 3 يساوي 0،
يمكننا أن نتجاهل ذلك، وإذا أردنا يمكننا أن ننزل باقي العدد، لكن ربما من أجل المتعة سننزل المنزلة التالية كما فعلنا في القسمة الطويلة التقليدية. في الواقع دعوني أمحو هذا. لأنني أعتقد أننا ربما سنجد ذلك مفيدا. هذا جيد، ليس متعبا أن تنزل كل هذا الشيء، ذلك حتى تفهم ما أفعله. نقول أنه إذا أردنا أن نقسم 2x زائد 1 على هذه العبارة كلها ستقول أن الناتج هو 4x للقوة 2. الآن يمكنك أن تسمي ما بقي بالباقي، هذا هو ما تبقى. يمكنك أن تتخيل 4x للقوة 2 ضرب 2x زائد 1، 8x للقوة 3 زائد 4x للقوة 2 زائد 0 زائد 0. ليس مساهما لأي شيء في المنازل، لكن ما تبقى عبارة عن هذه العبارة. إذا أخذتم هذه العبارة كلها ستحصلون على ما تبقى. الآن قد فعلنا نفس الشيء في الأعلى، ننظر إلى العبارة الأعلى ترتيبا. كم ناتج قسمة ناقص 11 إكس للقوة 2 تقسيم 2 إكس؟ دعونا نكتبها هنا مرة أخرى. في الواقع دعونا نضعها هنا، فإذا أردنا أن نأخذ ناقص 11 x للقوة 2 تقسيم 2 x، فكم يساوي هذا؟ يساوي ناقص 11 تقسيم 2 x، أليس كذلك؟ إذن ناقص 11 x للقوة 2 تقسيم 2 x تساوي ناقص 11 تقسيم 2 x. لذا سنكتب هذا في موقع الإكس، ناقص 11 تقسيم 2، يمكننا أن نكتب ذلك بصورة 5.5، سأكتبه بصورة كسر، ناقص 11 تقسيم 2 إكس. والآن كم ناتج ناقص 11 تقسيم 2 إكس ضرب 2 إكس زائد 1؟ ناقص 11 تقسيم 2 إكس ضرب 1 يساوي ناقص 11 تقسيم 2 إكس، وسنكتب ذلك في موقع إكس. سأبدل الألوان كي لا يبدو الأمر رتيبا. ناقص 11 تقسيم 2 إكس ضرب 1 يساوي ناقص 11 تقسيم 2 إكس، ثم ناقص 11 تقسيم 2 إكس ضرب 2 إكس. يجب أن نعرف الناتج، لكن يمكننا أن نضربهم، سيكون ناقص 11 إكس للقوة 2. أعتقد أنك ترى ما نفعله، بعد كل خطوة نقوم بحذف الدرجة الأكبر من متعدد الحدود الذي نقسم عليه. هذا كافي. الآن دعونا نطرح هذه العبارة من هذه، وسنحصل على الباقي الجديد. ربما أن ذلك سيكون الباقي الكامل، دعونا نرى. ناقص 11 x ناقص 11 x يساوي 0، ولن يتوجب علينا أن نكتب أي شيء هنا. 10 x ناقص ناقص 11 تقسيم 2 x. تذكروا أننا نطرح هذا العدد السالب من 10 x، فإذا طرحت عدد سالب فإنك تجمع مع عدد سالب، فيمكنك اعتبار هذا على أنه 10 زائد 11 تقسيم 2. إذن 10 زائد 11 تقسيم 2 يساوي 20 تقسيم 2 زائد 11 تقسيم 2، ويساوي 31 تقسيم 2، أي 15 و5 بالعشرة. وسأكتب 31 تقسيم 2 x، ثم يمكنك أن تقول أنه كان هناك 0. عندما نطرح 0 من ناقص 5 تحصل على ناقص 5،
والآن نقول كم ناتج 31 تقسيم 2x مقسومة على 2x؟ دعونا نعمل في هذا الجانب قليلا. إذا كان لدينا 31 تقسيم 2x مقسومة على 2x، حسنا يتم حذف ال x. صحيح، وهذا يساوي 31 تقسيم 4، ويعادل 31 تقسيم 2 ضرب 1 تقسيم 2، إذن 31 تقسيم 4. إذن هذه العبارة تقسيم 2x تساوي 31 تقسيم 4. سوف أبدل الألوان، سأستخدم اللون الأخضر، وهذا موجب أنت تقسم عدد سالب على عدد سالب، إذن موجب 31 تقسيم 4. سأكتب ذلك، يمكنك أن تعتبره في مكان الثابت أو مكان x للقوة 0 أو 1. إذن ناتج القسمة هو 31 تقسيم 4. 31 تقسيم 4 ضرب 1 يساوي 31 تقسيم 4. ثم 31 تقسيم 4 ضرب 2x يساوي 31 تقسيم 2x. والآن نطرح هذا موجب هنا، نطرح العبارة الخضراء من العبارة الزرقاء، ويتبقى لنا هذا. عندما نطرح هذه من هذه يكون الباقي الصفر، إذا لا شيء يتبقى هنا، ويتبقى لدينا ناقص 5 ناقص 31 تقسيم 4، ويمكننا أن نتعامل مع الكسور قليلا هنا. هذا يساوي بعد توحيد المقامات ناقص 20 ناقص 31، وكل ذلك مقسوم على 4. كم يساوي ذلك؟ ذلك يساوي ناقص 51 تقسيم 4. إذن 8x للقوة 3 ناقص 7x للقوة 2 زائد 10x ناقص 5 تقسيم 2x زائد 1 يساوي 4x للقوة 2 ناقص 11 تقسيم 2x زائد 31 تقسيم 4. لكن هناك باقي، وهذا هو الباقي. وطريقة تصور هذا، أو هناك طريقة أخرى لتفكر بهذه المسألة، تكون في الواقع مفيدة عندما نقوم بحل مسائل حقيقية، بحيث لا تعتبرها كطريقة رياضية لتواجه بها مسائل الامتحان، أي امتحانات قسمة اللوغاريتمات الجبرية. كطريقة أخرى لكتابة هذه العلاقة أنه يمكنك أن تكتبها، دعوني أستخدم لونا آخر، لقد استخدمت العديد من الألوان. يمكنك أن تكتبها 2x زائد 1 مضروبة في 4x للقوة 2 ناقص 11 تقسيم 2x زائد 31 تقسيم 4 زائد الباقي. فعندما تضرب هاتين العبارتين ومن ثم تضيف إليهما الباقي، أي 51 تقسيم 4، سأرسم خط فاصل لأنني لا أريد إرباككم بكل هذا. سيساوي هذا، أي سيساوي 8x للقوة 3 ناقص 7x للقوة 2 زائد 10x ناقص 5. على أي حال، أتمنى أن هذا ساعدكم. أراكم في العرض التالي.